السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض ما بدأناه في موضوع الجراء الالجوريثم في شابتر 14. أخذنا عدة لحظات مهمة متعلقة بمفهوم الجراء. أخذنا عن الفيرتيسيز، عن الفيرجز، أخذنا أنه في عندي دايركتجز، أخذنا أنه في عندي دايركتجز، في عندي أيضا ميكس جراف بيكون بها الفيرجز عبارة عن دايركتد وأن دايركتد. ايضا من الامور اللي مرينا عليها ضروري نعرفها بالنسبه للميكس جراف ممكن احولها الى دايركت جراف. الميكس جراف ممكن احولها الى دايركت جراف. كيف ممكن احصل هذا الشيء؟ اذا اخذ الان دايركت جز، هلا قلنا ان دايركت جز ما يكون اتجاه معين، هي بتطلب اتجاهين، فباخذ الاتجاه الاول على دايركت جز من نقطه الى الطبيب، والاتجاه الثاني بعتبره another edge، وبقول في another edge من النقطة B إلى النقطة A. فهذا undirected edge بكون منه two directed edges، وكل الـ undirected edges بحوله إلى directed edges، وبناء على هذه الجراف تحول من mixed graph إلى directed graph. عشان هيك implementation بعد شوية رح نشوف انه في عندي نوعين بالimplementation، لما تبقى classes function كذا بنحكي على الجراف ممكن تكون احد شكلين، اما undirected كل الجزء اللي فيها undirected او كل الجزء اللي فيها هم عبارة عن directed. لذلك اذا كان في مثال mixed graph لازم احولها الى directed graph زي ما حكينا، عشان أقدر أستخدمها لكلاس as direct graph. أيضا الأمور اللي مرينا عليها سابقا أخذنا عدد من الأمثلة example 14.1 اللي كان يحكي يعني عن الـ researchers والـ researchers اللي من ذم اشتغلت مثلا باحث على تأليف كتاب أو بحث أو whatever، واخذنا بهي الحاله ليش هي عباره عن نفس، قلنا كل الجزئيه بهي الحاله ان دايركت جزء بناء عليه هذا الكلام كان مثل ان دايركت جراف. ايضا في اكزامبل 4.2 كنا بنحكي عن كومبيوتر بروجرامينج كيف الانهيرتنس في هذا المجال، وهي عباره عن دايركت جزء لانها اسيمتريك ريليشن شيب ان ذا vertices، وبناء عليه هاي الجراف تكون عفوا دايركت جراف. ايضا كان عندنا اكزامبل 4.3 لو بدي امر على هاي الامور سريعا عشان نكون مرتبطين بالحكي اللي معروف امامنا. قلنا انه اول كلام بيحكي لي عن علاقة عدد من الاثنين نبحثهم ريليشن من الاثنين. يعني مثلا هون يعني عندي حث في عندي ماسيا، هذول شغالين على بحث واحد. هذا كيف مثلنا لهذه الجراف؟ مثلنا عن طريق اي الهيموغلوبين از الإدج فعليا هي مثل عبارة عن بيبر أو بوك أو واتيبر. أيضاً الثاني على الجراف لو كنا بنحكي عن أوبجكت بروجرامينج واستخدام الانهيرتنس بين ذيز كلاسز وكيف إنه هاي الريليشن شيب تمثل لي أسيمتريك ريليشن شيب. أنا عادي أنا عندي directed أنا عادي هاي الجراف كم في رصيد اسمها directed. ذكرنا هون أنا ممكن عندي directed graph كان في الجزء اللي فيها directed graph كل الجزء اللي فيها عبارة عن directed جزء، والdirected graph ممكن لها اسمه هو I graph أو ميكس جراف. وبأي الحالة الإدج اللي موجودين بهذه الجراف عبارة عن دايركت جز وان دايركت جز. أيضا أخذ في زامبل تيم 3 السيتي ماب، ذكرنا فيما يتعلق بالسيتي ماب اللي هي خريطة مدينة يعني قلنا بهاي الحالة الـ VTC مثل الـ intersection أو الـ end
والإدجز مثل السريز الطرق ما بين هاي الفيرتيسيز. قلنا هاي الهاي راح يكون في عندي undirected disks فيها streets directed disks من هاي الشوارع عن one way. وبهاي الحالة الجراف نقدر نصنفها على أنها mixed graph. أيضا أخذنا في مثال دام 14.4 عن الإلكتريك الويرينج and plumb network. الكهرباء في الود قلنا هي أيضا بتمثل بحيث النقاط الرئيسية مثل الفيرتيسيز والوايرز الكهربائية بين هاي النقاط أو قنوات المياه المواسير بين مثلا الحنفية والخزان نقاط اتصال بينهم بتمثل عندي إتشز. وقلنا بهاي الحاله يعني ممكن البعض يختلف المفهوم الدايركتد لكن تو بي فير المفروض نسميها اندايركتد جراف لانه ممكن نمنع الالكتريسيتي او الووتر ممكن تنتقل فيرتيكس الى بي عن طريق الاكس او ترجع رجوعا من الفيرتيكس بي الى اي عن طريق نفس الاج لذلك نعتبرها اندايركتد جراف. ايضا في عدد الايرمز بتعرفنا عليهم هاي الفا قلنا في عندي شيء اسمه فيرتيسيز والثاني بتمثل الفيرتيسيز الموجودين حوالين اي اي هو عباره عن لاين او كونكشن بين فيرتيسيز. التو فيرتيسيز هذول نسميهم ان فيرتيسيز او بوينت. طيب لو كان عندي دايركتد ايدج نقطة انطلاق هذا الإبج نسميها أوريجين وين بيروح الفيرتيكس اللي رايح عليها اسمها زينف. لو كان في عندي إبج بيوصل تو فيرتيسيز مع بعض الفيرتيسيز هذول من كانوا منهم سنسن جيران سنسن متجاورين. طيب في عندي مسمى انسيدنت اي فيرتيكس طول عليها عدد الإبجز كل الإبجز المسؤولين عليها بالنسبه لها هم اسمهم incident edges. طبعا في عندي الاوتجوينجز ممكن يكون عندك واصل عليها incident edges. الانسيدنت edges هاي ممكن يكون outgoinges طالع من هاي البوينت. احنا بنحكي الان عن دايركت ممكن تكون outgoing edges او incoming edges. سو تحمل الخيارين ممكن نصنف عدد كل الادله اللي هي الانسيدنت لاي فيرتكس لا انكمينج اللي بتكون اي بوينت فيرتكس مثل ديستنيشن و outgoing edges اللي بتكون بالنسبه لهم هاي فيرتكس عباره عن الاوريجين فيرتكس. من المفاهيم اللي تعرفنا عليها دي بيمثل عدد الانسيدنت ايدجز اللي موجودين او مجموعين مع فيرتكس بي عددهم بغض النظر او الانكمينج. طب الاوت جوينج اللي عدي على حالهم لهم سم اوت جرين والانكمينج لو قعدوا على حاله على فيرتكس معينه عددهم بيمثل لي هاي وكان في عندنا مثال زامبل 14.5 بمثل لي المصطلحات اللي تعرفنا عليها بشكل مثلا طلعنا على هذا الاكزام زامبل العلم بمثل عدد المطارات والرحلات الجوية اللي تطلب بين هاي المطارات. واضح جدا من النظر الى هذا الفيجر انه هاي الجراف عباره عن دايركت جراف كل الجزء الموجود فيها هي دايركت في لها اوريجين محدد نقطه انطلاق وديستنيشن نقطه وصول. فبنلاحظ مثلا هون لو رحنا مثال اخذنا اس او هذا المطار هذا بيمثل ديستنيشن لرقم او اسمه W445 وبالنسبة لهذا H-S-W445 وين الوريجين تبعه؟ AFK
بالنسبة لـ SW إيش إيش الـ points إلو SW45 أنا عندي SO والJFK. طيب بالنسبة لـ OR مثلا سألنا كم الـ إلو نحكي ثلاث. طب كم الـ in degree اثنين كم الـ out degree واحد. هاي الأمور لازم الآن واضحة لنا. أيضا من الأمور اللي أخذناها لو سألتك رب رب دم دم نقطة بي او اس نقطة ال اي اي اكس اف بين احكي لي لي رح نطلع عند بي او اس ناخذ ناخذ ال ان ان يو 35 توصل عند اف اف بعدين ناخذ ال A 1 3 7 نوصل عند point vertex F F بعدين نختار اسمه A 449 نوصل للdestination ال ال هاي السلسلة بنسميها باب. شوف كيف ينكتب هذا الباب ينكتب حلقتين لما بحكي بكتب حيث vertices will is بعدين بحكي اخر بالبنيو 35 بعدين بوصل للاف اي بعدين بدي اختار ال دبل بلي 1 3 7 اتسترا للاختصار ممكن تستخدمي لميل طب البيرتكس اللي بسافر عليهم اللي بمر منه بكتب اول بيرتكس هي او اس والثاني بيرتكس هي جي جي اف كي ثالث بيرتكس عباره عن اف دبل بال بيرتكس هذه الاخيره اللي بوصلها بحكي هذا نبت من بي او اس صورا ل ال اي اكس هذا بال اف الإجز بأي جراف ممكن نسميها collection of edges. طبعا ليش collection ليش مش set يعني شوي دام على الموضوع من حكي الكلمة collection معناها يسع ضرر الأمور ممكن يكون في أكثر من بيجمع بين نفس الـ two vertices لو جانا شوية لاف عندنا هون وطلعنا على ORD FW بنشوف إنه في تو إجز بيربطوا بين نفس هذول الفيرتيسيز اللي هم UA 877 DL 335 هلا لما نكتبهم أز إجز رح نحكي إجز الإجز الأول لو في شيء أسماء نحكي الإجز الأول بيربط بين ORD FW والإجز الثاني FW ORD بنلاحظ انه هذا الادج يربط بين نفس التو فيرتيسيز لذلك نستخدم في الحاله شيء شيء ست ست لما نستخدم مصطلح ست ممنوع دار ممنوع يكون عندي تو ادج نفس الاسم او بيربطوا نفس التو فيرتيسيز مع بعض عشان نحكي عن الليكشن اذا تعرفنا على مصطلح الادجز او مولتيبل الادجز ممكن يكون عندي الاوريجن للفيرتكس لتو ايدجز والديستنيشن نفس الفيرتكس لتو ايدجز لكن بتكون هاي الرحله مثلا جوي واحده سبس واحده مثلا فاوكي لا يمنع انه يكون عندي تو ايدجز الاوريجن نفسه والديستنيشن نفسه بينطلقوا نفس رحلتين جويه نفس المطار وبيوصلوا للمطار الثاني نفسه في الرحلتين لكن واحده موعدها بموعد مختلف عن الثاني هاي بنسميها برا للإجز لا بحكي عن الجيسنت إجز فهي مش بالباء هي نفس الإجز اللي بحكي عن انطلاق له نهائي هاي إيش قصدك بالباء yes الإجز بيربط بين إيش
two vertices ايش عم بعمل ايدج واحدة يعني الستارت بوينت والاند بوينت بينهم رحلة جوية واحد بينهم خط واحد فانت شو قصدك بالباء نفس الإج بس فعليا انا بضربها بخطين لانهم بيختلفوا بعض لانها واحده صغيره بس بس احنا بنحكي عن إج لما نحكي باب يعني بدك تحكي مش عن فيرتيسز اللي بدك تحكي عن باب عدد الفيرتيسز والإج دمر عليهم على الصوره من البدايه الى النهايه الباث هيك مفهوم الإج هو عبارة عن كونكشن واحدة بين فيرتكس وفيرتكس بس نحن نروح مثلا على البارالل إجز ولا حتى السلوب لأنه هي ما في عليهم أمثلة كثيرة في هذا الكورس في هذا الشابتر لكن حلو نعرف معناه ولا يوجد ما يجي عليهم سؤال إذا حكينا برا الجز معناها عندي تو الجز الهم نفس الأوريجين ونفس الديستنيشن باختصار شديد يعني هذا اللي نعرف عن برا الجز أو ملتيبل الجز طيب السلف لوب عندي إج الأوريجين والديستنيشن نفس الفيرتكس يعني أنا بطلع بخط من فيرتكس معين ما بمر ولا على فيرتكس رجوعاً إلى نفس الفيرتكس هذا الإج بسموه سلف لوب يعني أنا برجع نفس النقطة فيها سلف لوب إلها إسم خاص وهي سمبل جرافس وهي الأكثر وجود هذا الشابتر يعني هذا الشابتر غالباً يحكي عن السمبل جرافس الباث تعرفنا عليه إنه عندي ممكن successive أو sequence edges and vertices بمر عليهم صورة من البداية إلى النهاية cycle بنطلق vertex بزور ممكن عدد من vertices وبرجع نهاية destination لهذا الباث مين نقطة الانطلاق نفسها فبهاي الحالة الباث هذا إيش اسمه cycle لأن انطلق ورجعت على نفس البوينت نفس الفيرتكس ممكن يكون عندي دايركتد اف اذا كان كل الاجز اللي مريت فيها وانا بكون هذا الباث كلهم عباره عن دايركتد اجز معناته هذا الباث كله صار دايركتد باث ايضا دايركتد سايكل دايركت سايكل نفس الفكره اذا كان كل الاجز اللي نمر عليهم هم عباره عن دايركت اجز طيب هذا مثلا مثال تمام لاقا من مربر اسكن فلان اف اف تبت الاولى الاج فيرتكس الفيرتكس ومثال على سايكل هذا مثال على سايكل طاق من لاس فيغاس رجع عليها مرورا ب او ار بي دي اف دبليو قبل ما يرجع على نقطه الانطلاق فهذا هو فعليا سايكل وتبي بي مور سبيسيفيك هو دايركت سمبل سايكل متى بسمي عن سايكل سمبل بالنسبه للباب اذا كان ما بمر على اي فيرتكس اكثر من مره يعني كل فيرتكس يكون موجود ضمن هذا الباث مره واحده اذا مر عليها اكثر من مره تسمبل الباث السايكل نفس الفكره كل فيرتكس بمر عليها مره واحده باستثناء نقطه الانطلاق اللي هي نفسها نقطه الوصول يعني انا ببطل النقطه وبرجع على نفس النقطه اللي هي قلنا السايكل كده عم بعملها هلا غير هاي النقطه احنا مكررها غيرها إذا ما تكرر ولا فيرتكس معناها هذا ما بيسمي سايكل. لأن الأمور هاي مهمة جدا لأنه يعني
يعني إذا كنت فاهم تفهم اللي بعده طيب الآن في عندي شيء اسمه الـ reachability الوصول إني من هل بقدر أنطلق من مطار كذا إلى مطار كذا مثلا هون السؤال هل بقدر أسافر دولي لدولي إلى الدولاني أو مطار أول إلى مطار كذا هل في رحلات واحدة بعد أخرى أو لا إذا كان في بحكي معناته مطار إيه أو بحكي ريتش بي يعني من إيه بقدر أوصل بي somehow بطريقة معينة باستخدام هذه الرحلة إذا ما في بحكي إيه ما بتقدر توصل لعند في أو لعند بي ليني أشوف مثال على هذا الشيء لو رجعنا على نفس الجراف أبرح مثلاً إنني بقدر من أف أف وصولاً لا طريق روصل الجواب نعم لقط جي أف كي ماخذ الإج دبل أي وان سبن مروراً بالفير فيرست دي أف دبليو باخذ الإج دبل أي 49 وصولاً إلى أل إكس في طريق في ممر بقدر طلق من جي أف كي وصولاً إلى أل إكس في الحالة بقدر أحكي إنها جي أف كي ريتش الـ AAX وأيضاً أقدر أحكي الـ AAX is reachable يعني يمكنني الوصول إليها من from AFK بقدر هل في طريق بقدر أطلع فيه من ال اي اكس واوصل لجي جي اف كي ال اي اكس مبدئيا لها مخرج واحد لها اوت واحد اللي هي يو اي 101 طيب سافرنا هاي رمي لوين لا او ار دي برضه لها اوت واحده اللي هي يو اي 877 طلعت منها وصلت لدي اف دبليو دي اف دبليو لها تو اوت جوينج ايدجز واحد رجعني على LAX واحد رجعني على ORD بناء عليه بقدر أحكي إنها LAX زين إيرج إف ما في طريقة بالنسبة لهاي الجراف بقدر أسافر فيها LAX إلى GFK رغم إني بقدر أروح يعني في بقدر اوصل جي اف كي الى اكس لكن ما بيرجع جي اف كي يعني في هو هاي الماب الجراف الموجود امامها تمام مهم اعرف في ريشابيليتي بين فيرتيسز هل دايركتد جراف بهمني اتاكد انه فيرتيس اي بيوصلني لبي وبرضه بدي اتاكد بي بيوصل لي الحال دايركتد جراف إذا الأولى بتوصلني على عكس الثانية ليش؟ لأن كل الجزء هم باي دايركشن باتجاهين فإذا كنت بقدر أنطلق من نقطة إلى نقطة حتى أنا بقدر أرجع لأن كل اللاينز هاي هم باي دايركشن تو ويز مش فاهم من جي اف كي ولا من وين لا طبعا افضل طريقه طريق واحده وهاي اللي انت تاخذها اظن 14.3 انه يعني لما بدك تبني انت باب لما بدك تبني مساحه هاي برضه بدك كلمه شيء احنا بنستخدمه كثيرا انت موجود في منطقه معينه بدك تروح على حدا أول مرة بتروح عليه تحكي له بعث لي اللوكيشن ببعث لك اللوكيشن عن طريق الـ GPS جوجل ماب الجوجل ماب هو بيعمل باب يختار الفيرتكس المكان اللي انت فيه وبيختار الديستنيشن الفيرتكس المكان اللي انت رايح عليه
وبدور على عدد من الإجز والفيرتيسيز تمر عليهم وصولاً للنقطة الذكية. وعادةً بهذا الباب بيأخذ بعين الباب أحد معيارين، إما بدور ديستانس المسافة الأقل أو الكونجيشن الأزمة السير. يعني مرات بيعطيك مسار لك هذا انترم ديستانس هاي أقصر مسار، اختار هذا الباب حتى توصل للذكية. وفعليا هذا اهم ابلكيشن على الجراف الالجوريثم اللي من اهم ابلكيشن انك تفهم الجوجل ماب. كل العلم هذا الشات اللي كويس تقدر يبني ابلكيشن الى حد ما، بس بده الريسورس طبعا. يعني بده مثلا الخريطه اصلا، يعني اعرف انه في شوارع تربط بين النقطه او ما فيش، في شارع مباشر لازم انتقل الى سي مثلا، بعدين اطلع الى سي بي مثلا. فيعني بدك تكون في عندك يعني داتا موجوده حتى تبني منها هاي الالجوريثم وتبني كود مثل هذا النوع، بحيث تعمل ماب باستخدام الجراف الالجوريثم. وقلنا من هاي الحالة ممكن أهتم بفاكتر معين، بهمني مثلا بالاستماع، بهمني الديستانس، ولا بهمني السرعة. يعني إذا أنا مستعجل لوجيكلي المفروض أني أدور على إجز على شوارع فاضية ما في عليها أزمة. فبهاي الحالة ممكن الباث كل اللي أختاره وأمشي فيه يكون أطول أو في منه أقصر منه، لكن أنا مختار أطول لأنه أقل أزمة. وفعلياً الماب بيعطيك هاي الخيارات وبيحكي لك هنا أنا عندي كونجست ترافيك في شيء هون أسرع أبطأ هون المسافة مسافية كذا طريقة مسافية كذا، يعطيك هاي الفلسفة. العلم يعني هو أبليكيشن بسيط، ولازم دائماً ديت. يعني لو في مدينة معينة شوارع جديدة تدخل على الداتابيز الخاصة لهذا الأبليكيشن عشان يصير يأخذها بعين الاعتبار. برضو في شوارع وفي شوارع two ways. هذا اليوم مرة لازم يكون ناخد عين الاعتبار هذا الابليكيشن، انه مرات مثلا نقطة A لB هذه الشارع one way ما بتقدر تجي سيارة بلا A، فهم بدك تروح لف ثانية أو مختلفة. فهي الأمور كلها يعني مهم عشان نتعلم عندي direct edges حتى نعمل implementation لكود معين نكون فاهمين هاي details. أيضاً فضلاً عن الريتشابيليتي عندي مصطلح أنه connected graph أو strongly connected graph، في فرق بينهم. هلا connected graph إذا في عندي graph فيها عدد من vertices وكل الفيرتيز الموجودين في هذه الجراف موصولين على الاقل ب1 كونكشن مع اذر فيرتيز، هاي الحاله بنحكي انه كونكتد. بس ليس بالضروره اني بقدر اوصل اي وحده الى اي وحده، يعني ممكن بدايه محدد يعني بس بالعكس ما فيش. مثل الاكزامبل اللي شفناه قبل شوي موضوع المطارات الايربورتس والفلايت، شفنا ان في مطار معين بقدر انتقل منه الى مطار ثاني، لكن ما بقدر. هاي الجراف هي كونكتد جراف وصوره مع بعضها، لكن ما بقدر اسميها سترونجلي كونكتد. سترونجلي كونكتد جراف لازم كل الفيرتيسيز الموجودين في هاي الجراف يقدروا يوصلوا لاي فيرتكس موجود في هاي الجراف، ذهاب وإياب بغض النظر. بهاي الحالة بحكي إنه strongly connected graph. تمام؟ إذن في مصطلح sub graph. يعني لو جيت على graph فيها عدد من الجزء وخذ جزء معين منها زي ما أخذنا tree وsub tree. نفس المبدأ أخذ معين جراف مصغر، هاي سب جراف يعني هاي جراف فرعي الأصلي. لا في مصطلحات بس ما غطينا الفورست بانينج كذا كذا راح أمر عليها، وهي التيرم من أمام هاي الفرعة احنا مخلط بها الآن، ما غطينا أصلا البيز لهاي المعلومات.
طبعا هذا هذا ايضا مرينا على مفهوم الانترنت جراف والانترنت هي فعليا برضو اكزام الجراف بتمثل فيها الفيرتيسيز الكمبيوترز والكونكشنز مثل فيها الكوميونيكيشن كونكشنز او بغض النظر واي فاي او مثلا فايبر اوبتيك هاي كلها مثل ايش مثل عند الآن في عندي مجموعة بروبوزيشنز زي قواعد عامة تنطبق دائما في حالات خاصة على الجراف مثلا نبدأ مع أول واحد 1.8 كان عندي جراف أي عدد الإز في عندي بيرتكس هم بي بهاي الحالة لأي بيرتكس موجود بهاي الجراف نقدر نحكي مجموع كبير كل البيرتكس مثل اف يعني نأخذ مثال صغير هذا الموضوع عند هذا الأول الف الهاي الهاي الفيرس كم دي الها اثنين نحتفظ بهذا الرقم الهاي الهاي الفيرس كم دي الها وهاي 40 3 8 وهاي 2 صاروا 10 اجين رجعت شويه كم كان عندي ديجيتس كلهم طبيعي 5 لكن فعليا لو جيت على كل فيرتيسيز بهاي الجراف واحده كل واحده اخذت ديجري لها وجمعتها مع بعض طلع لي 10 اللي هي ضعف نمبر اوف ايدجز عشان هيك القاعده انه لو اخذت ديجري لكل فيرتيس وجمعتها مع بعض على كل جراف كامله الجواب او الرقم اللي راح يطلع معي راح يمثل ضعف عدد الايدجز السبب طبعا ليش اي ايدج انا قاعد بعده مرتين يعني من الفيرتكس الأولى حسبت هذا الإج وعلى الفيرتكس الثانية اللي موصولة بنفس الإج برضو عديت هذا عشان هيك العدد يطلع معي بعدد الجز إذا باخذ تجري لكل فيرتكس مش مع بعض على كل الجراف أي أول قاعدة وهي دائما صحيحة في الجراف طيب الثانية اللي هي 4.9 هون بيحكي لي تحديداً إذا كان عندي دايركت جراف بعد ما أقول شو يعني دايركت جراف يعني كل الموجودين في الجراف هم عبارة عن دايركت إجز وعدد هاي الإجز أم بحكي لي هاي الحالة لو أخذ الفيرتكس عفوا كل الفيرتسيز اللي موجودين في هاي الجراف ألف عليهم واحدة ديجري للاولى وجيت ازيد عليه ديجري للثاني ديجري للثالث ديجري للرابع لما اكملهم كلهم احسب الديجري لهم كلهم واجمعهم مع بعض واحسب الديجري لهم كلهم واجمعهم مع بعض بهاي الحاله في الدايركت دائما مجموع الديجري لكل الفيرتيسيز يساوي مجموع الاوت ديجري لكل الفيرتيسيز ويساوي عدد الاوت ديجري الموجود عندي ليش لو فكرنا
هلا اي ايج انا عندي هو دايركت راح يكون طالع فيرتكس فيرتكس. طيب عدد الاجزاء اللي موجودين مثلا معين 10 10 هذول راح طالعين من نقطه ورايحين على نقطه. طب لو في فايل هذولين باجي على الفيرتكس الاول طالع من عندنا مثلا 2 اجز فيرتكس طالع من 1 وهكذا جمعتهم راح يعطي لي ال 10 اجز الموجودين هم كلهم. طيب لو عديت على كل الديزيز وعديت الانكومينج برضه راح يطلع 10 لانه اي هو طلع من الفيرتكس وصل عند الفيرتكس. فايش الطبيعي المجموع الانكري للاجز لكل الفيرتكس يساوي مجموع الاوت ديجري للجزء لكل الفيرتيسيز وبيساوي عدد الجزء ككل موجودين بهاي الجراف. برضه هاي قاعده ثابته في حاله الدايركت جراف تحت تحديدا. الاندايركتد مشكله الاج نفسه اذا بدك تعد الاج واذا بدك تعد الاوت بتعده. لا 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 هاي هاي راح نعدو مرتين. نعم الاندينج اللي بيساوي الاوت ديجري بس بيساوي 2 ام وليس ام. تمام طيب لو كان عندي سم بالجراف وعدد الفيرتيسيز فيها عدد الفيرتيسيز هو عبارة عن وإذا كانت هاي الجراف اندايركت معناها عدد الاجز دائما راح يكون اقل من ان ماينس 1 اوفر 2 هاي صراحه لا يقدر يثير عليها. لكن هم اللي اذا كان عندي اندايركت جراف وعندي ان فيرتيسيز وام اجز معناها عدد الاجز راح يكون اقل او يساوي عدد الفيرتيسيز مضروب بعددهم ناقص واحد على اثنين اذا كانت اندايركتد جراف. بينما اذا كانت دايركتد جراف بتصير العلاقه انه عدد الفيرتيسيز هو اقل او يساوي عدد الفيرتيسيز ضرب عددهم مره ثانيه مطروح منه واحد. برضه هاي مثال عليها وتاكدت وعدت تلاقي هاي نتيجه ودائما هاي الرول صحيح. عن الأول لاحظوا في تحت مكتوب justification توضيح أو شرح لهاي الرول تقدروا يعني ترجعوا وتقرأوا. عندي أيضا proposition 14.11 بهاي الحالة بحكي لو كان عندي undirect graph فيها n vertices و undirect graph فيها n vertices و n edges عندي انا الجراف هاي نكتد معناها ام هنا يساوي عدد الفيرتيسيز ناقص واحد عشان تكون كونكتد. ومنطقيا هذا الشيء صحيح. يعني مثلا لو كان عندي الفيرتيسيز التاليه هاي واحد اثنين ثلاث أربعة العدد ممكن للجزء بيخلي هاي